اليوم راح نحسب الافرج اوتبوت للثري فيز ريكتيفاير. طبعا احنا هون ضمنيا بدنا 6 بلس فول ويف 6 بلس 3 فيز ريكتيفاير. الاوتبوت تبعها راح يكون اللي هو الفيز اللاين فولتج. هذا هون الفيز فولتج. الفيز فولتج انا حاطه هون 4 مربعات، يعني لو اعتبرنا هذول كانهم واحد، هذول تقريبا 1.75 او 1.73. وفي عندي طبعا فيز شيفت 30 درجه. فبالنسبه لار، ار ماينس اس ليدنج ار باي 30 ديجريز، وراح تكون ار ماينس دي لاكن باي 30 ديجريز. عندي هون بعد 30 ديجريز من الار راح يكون في عندي بدايه الويف فورم لما بتساوي ار وتي. بصير ار ذا موست بوزيتيف عند النقطه هاي، فبصير ار ماينس اس، لان اس بكون ذا موست نيجاتيف وقتها وار بكون ذا موست بوزيتيف. فاذا بطرح هذول الاثنين بعطيني ار ماينس اس اللي هي موجوده 60 درجه. فانا بدي احسب الان لمده 60 درجه بدي اعمل تكامل لار ماينس اس. هلا اذا هاي بتاخر 30 درجه عن ار، اذا هي بتاخر 60 درجه عن ار ماينس اس، صارت الويف فورم اللي انا بدي اعملها تكامل هي ار ماينس اس. بس انا عندي هاي مكرره 6 مرات خلال بيريود واحد 360 درجه، ولذلك طبعا هون اجى الاسم 6 بلس. عندي 6 بلسز خلال الفتره هاي. اذا ال 6 بلسز هذول انا عندي 60 درجه، 60 درجه هون جاي، ممكن اعمل تكامل هاي واضربها ب 6. اذا بصير عندي في افرج، خلينا نشوف شو بيساوي. هلا راح نسمي هاي هون، هذه راح اسميها انا في ماكس. ما بيأثرش بايش بالاصطلاح، المهم انك تكون عارف ايش عم تعمل ريفرنس له. راح ارجع ارجع في ماكس للفي فيز. اذا في ماكس هي البيك اوف فيز فولتج. الفي ماكس هي البيك تبعت الفيز فولتج، وانا بدي احسب الاوتبوت بدلاله في ماكس. اذا عندي هون راح يكون طبعا جذر الثلاثه في ماكس، يكون عندي هون ساين اوميجا تي. هاي صارت الويف فورم، بتمثل الويف فورم هذه اللي هي ار ماينس اس. طبعا فيها شيفت 30 درجه، بس انا ما راح اعمل الشيفت الان، راح اخليها كويف فورم هون، واعتبر انه هذه هي الزيرو الان، حسب النقطه هاي كانها الزيرو بالنسبه للتكامل. اذا هذه الويف فورم انا راح اعملها تكامل من 60 الى 120، مضبوط؟ لكن 60 درجه ديجريز بتقابل هاي 3 راديانز، و120 درجه ديجريز بتقابل ريم هاي 3 راديانز. اذا راح يصير عندي هون التكامل من هاي 3 ل 2 هاي 3. طبعا بدي اخذ 1 على 2 هاي، بس لازم ما انسى اني اضرب بسته، لانه عندي هذا الكرب 6 مرات. فانا عملت وحده منهم وراح اضربها ستة، وبقسم على 2 باي لاني لازم اخذ الافرج. هذا تعريف الافرج، يعني الافرج اللي بكامل من 0 ل 2 باي وبقسم على 2 باي. هذا بيعطيني فيه افرج لهذه الويف فورم. لاحظوا انه في ماكس هي مش البي ماكس تبعت اللاين فولتج، هي البي ماكس تبعت الفيز فولتج. ما بأثرش انا زي ما بدي اشتغل، بس المهم انك تكون عارف تعريف الاشياء. هون بالحاله هاي بي ماكس هي البيك اوف ذا فيز فولتج، هذا البيك. إذا اشتغلت من هذا البيك ما بتضرب في جذر الثلاثة. بس هذا الاختلاف الواحد. في ماكس عندي هون ساين أوميجا تي دي أوميجا تي. أو إذا بدنا مرات أنا بفضل أحط ثيتا دي ثيتا أحسن، عشان ما نروحش نرسم على أوميجا. إذا هلا بدنا نعمل التكامل هذا ونكمل التكامل هذا، أنا مش حاطط هون دايت أنجل. أنا هون معتبر إنه أنكونترول، كان عندي 6 دايت. 6 على 2 راح يصير عندي هون 3 على باي، بقدر اطلع جذر الثلاثة برا، بقدر اطلع الفي ماكس برا، مش هيك؟ ايش بضل عندي في الداخل؟ عندي ساين ثيتا، ساين ثيتا دي ثيتا، ساين ثيتا ايش راح تصير؟ ماينس كوساين ثيتا، هاي على 3، اثنين هاي 3، كوساين. هلا عندي كوساين، كوساين هذه 60 مضبوط وهذه 120، كوساين ال 120 يكون ناقص نص، مش هيك؟ ناقص يصير زائد نص، رح يصير عندي 1.5 ناقص. عندي كوساين ال 60 هو نفسه ساين ال 30 اللي هو نص، بس انا في عندي ماينس، مع الماينس اللي هون رح يصير بلس، وهذا بضل عندي 3 جذر 3 في ماكس على هاي
تساوي، بس عندي هاي النقطة بتصير واحد، بتصير ثلاثة ضرب ثلاثة دي ماكس على وصلنا حسبناها المرة الماضية، بس خلينا نحسبها اليوم. لو فرضت أنا عندي، لو أفترض إنه هذا الـ RMS تبعه 220، إذا كان الـ V phase RMS يساوي 220 فولت، إذا V max للفيز V phase max إيش يساوي؟ 220 مضروب فيه جذر الاثنين اللي بتطلع تقريبا 310 فولت. إذا كان عندي سيستم فيه هون 310 فولت V max، قديش بيطلع الـ average؟ الـ V average تبع 3 phase uncontrolled بيساوي 3 جذر 3 على باي، مش هيك؟ 3 جذر 3 على باي في 310، أظن طلع معنا 511 كل مرة الماضية 511. يعني لو هاي الويف فورم جينا اطلعنا عليها هلاقي انه تقريبا الافرج جاي هذا البيك عندي قديش؟ احنا بنعرف نقدر نحسب هذا البيك مضبوط اللي هو 310 بجذر 2 مضبوط. الفي بيك في لاين بيك يساوي 310 بجذر 3 واللي بتطلع قديش؟ لا انا بحول من فيز للاين، لانه هذا بيك عم بحول لبيك من قديش؟ 530 36. 530 36 فولت. اذا هاي النقطة هون 536 فولت. طب هاي النقطة بنقدر نعرف هاي النقطة قديش؟ هاي النقطة هي ساين، قديش هاي هون عندي؟ هذا 90، هذا 60، قديش ساين 60؟ هاي النقطة اللي هون بتساوي نسميها هاي مثلا بوينت A، إذا V بوينت A بيساوي ساين 60 مضروب في البيك هذا اللي هون 536. قديش ساين 60؟ 0.866. احسبي لي 0.8 ساين 60 في 536 464 فولت. اذا هاي النقطة هون هذا الخط 464 فولت، وهاي النقطة هون 536 فولت. الافرج قديش طلع احنا معنا؟ 511 اللي هو طبعا منطقة رح يكون سوري مش معقول يكون اقل من هذا، مش معقول يكون اعلى من هذا، بده يكون بتوين. ف يعني هذا كومن سنس، كومن سنس 511. اذا الافرج تبع هذه الويف فورم هو 511 فولت، جاي ما بين 536 و 464.